السلام عليكم اخواني. من شوي بس ابل تصدر تحديث 14.6. هذا التحديث مش صغير، حجمه تقريبا 800 ميجا بايت. يتغير مع نوع الجهاز. طبعا اي شخص عنده ايفون 6S وانت وطالع راح يحصل هذا التحديث، واللي ما وصله الحين راح يوصله خلال الساعات القادمه. التحديث فيه ميزات جديده وفيه اصلاح لبعض المشاكل، خلينا اخبركم عنها. بس قبل لا نبدا، اذا كنتوا من عشاق الايفون وعندكم اجهزه ابل، فكروا في الاشتراك في القناه. دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات، وعندنا هدف نوصل لمليون مشترك. اتوقع ما راح تقصروا في دعمنا. خلينا نشوف التفاصيل. من ميزات هذا التحديث انه يدعم فاميلي كارد، يعني لو عندك عائله وتريد تعرف الابناء شو يصرفوا شو ما يصرفوا، تعطاهم بلوك، تعمل لهم مانج حق الاكسبنسز، مصاريفهم في شراء التطبيقات في الاشتراكات، راح تقدر تسوي هذا الشيء مع تحديث 14.6. غير كذا ابل سوت اشتراك البودكاست المعروف، الحين تقدر تدفع اشتراك شهري علشان تحصل ميزات اكثر ومحتوى مثري. بالاضافه في خاصيات جديده للاير تاكس. طبعا الاير تاكس احنا هذه اللحظه واحنا نصور هذا الفيديو قاعدين نعمل تجارب، وفي اشياء خطيره اكتشفناها. الفيديو ان شاء الله ينزل بكرة او بعد بكرة، وراح تشوفوا محتوى جميل جدا في هذا القناة خلال الايام القادمة. التحديث هذا يضيف بعض الميزات، من بينها تقدر تحط رقمك وايميلك لما يضيع الاير تاج. فاي شخص عنده ايفون او اندرويد في NFC يعمل سكان على الاير تاج وراح يطلع تفاصيله. علاوة على ذلك راح تحصل تفاصيل أكثر في قسم Find My، قسم الاير تاجز هنا مثل ما تشوفوا للقطع والأجهزة اللي قاعد تستخدمها. طبعا هذا التحديث يصلح عدة مشاكل، من بينها لما تكون لابس ساعة أبل وتحاول تفتح التلفون وانت لابس كمام، أحيانا يكون في مشاكل وما يفتح بسهولة. طبعا هذه الخاصية نزلت مع تحديث 14.5، وانت لابس كمام تقدر تفتح الجوال بالفيس آي دي إذا كنت لابس ساعة أبل حاط عليها باسكود ومحدثة مع آخر إصدار مثل الآيفون. غير كذا أحيانا لما تكون شابك بلوتوث يقطع عليك، ولما تتصل يكون في مشاكل في الاتصال. كل هذه الإصلاحات صارت مع هذا التحديث. فشخصيا أنصحكم بتثبيت هذا التحديث، لكن مش ضروري لأنه مش تحديث أمني، ما في ثغرة أمنية راح تتسكر مع هذا التحديث، فقط إصلاحات في النظام وبعض الميزات البسيطة. تابعونا للمزيد مثل هذه الفيديوهات وحطونا لايك عشان يوصل الفيديو للجميع. شكرا وأشوفكم على خير بإذن الله.